بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو إبراهيم يقول: أرغب من الشيخ حفظه الله نبذة عن الإمام الشافعي قصيرة، وما هي أبرز الكتب التي ألفها في الفقه والحديث؟ نعم، الإمام الشافعي إمام جليل، وهو أحد الأئمة الأربعة، وهو محدث وفقيه وأصولي رحمه الله، إمام جليل، وله من المؤلفات كتاب الأم في فقه الشافعي، أملاه هو وكتب عنه، وكذلك له الرسالة في أصول الفقه، فهو إمام جليل. نعم.